بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الله بن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 316 للهجرة، في منظومته الحالية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ندرس بإذن الله تعالى في هذه الليلة منظومة تسمى بالحائية. هذا النظم في التوحيد والعقيدة. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلا الفقه أو مثلا اللغة الإنجليزية أو الكمبيوتر مثلا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العبيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يسألك سائل يقول: هل أنت مسلم؟ نعم. ما تعتقد في الله سبحانه وتعالى؟ ما هو معتقد أهل السنة؟ هل أنت من أهل السنة؟ هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تعرف هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنك متبع له عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت لا أدري، فمعنى هذا أن هذا الكلام الذي ذكر أنه قال يعني هو من أهل السنة وكذا، هذا شهادة سوء. لا بد أن نتعلم العقيدة، لا بد أن نتعلم ونعمل وندعو ونصبر. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مؤلفات كثيرة، من منثور ومنظوم. قد يمل الطالب أحيانا، يقول: أنا يعني لا أريد أقرأ في الكتب التي يعني هي على الكتابة وكذا، فألفوا له منظومات حتى يشتاق يراجع بسرعة، تراجع المنظومة بسرعة، وقد يشتاق لسماع هذا النظم وكذا. لكن لابد قبل الدخول في أي منظومة من المنظومات في التوحيد والعقيدة، لابد من دراسة الأدلة من الكتاب والسنة أولا، ثم بعد هذا تأتي المنظومات تراجع لك هذه الأدلة حتى تستحضرها بإذن الله تعالى. مناسب أننا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نقرأ هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من افتراق الأمة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ لم يسألوا عن الفرق الطالب صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الفرق، عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم، يعني نحن، فسيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طيب، ما الخلاصة؟ ما العلاج؟ قال: عليكم، أي يلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاك الله من قوة، تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. سمي أهل السنة بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يتركوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام،
لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا له الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، نسأل الله من فضله، ويذاد يبعد عن هذا الحوض أقوام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فيقال له: إنك أتدري ما أحدث بعدك، وأنت اختار لنفسك الآن في هذه الدنيا قبل أن يأتي الجزاء في الآخرة، تتمسك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تضمن بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. تبتدع وتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تبعد. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. ولا يمكن يقول أحد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، هذا كفر أكبر، مخرج من الملة، أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. قال: اقرأ وإن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يضيف لهذا الدين شيء. إذن إما أن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تبتدع في دين الله. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يصلح اليوم أن يكون دينا. إما أن تكون متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تظن أن هناك في الإسلام شيء يسمى بدعة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة في أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. طيب كيف نحكم أن هذه بدعة حسنة وأن هذه بدعة سيئة وقد قال كل بدعة ضلالة عليه الصلاة والسلام؟ نرجع إلى العقل. إذا رجعنا إلى إبليس، لا يمكن إلا نقدم الكتاب والسنة. إذا ليس لنا إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك به عليه الصلاة والسلام. تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الهدى عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الدين. أما هداية التوفيق الدخول في الدين هذا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إذا هذا الدين هدى، فلا بد أن نتبع ونتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نكون مبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. لعلك تفلح، لماذا يقول لعلك تفلح ولم يقل لك تفلح؟ حتى تسير الى الله بين الخوف والرجاء. ولكن انسان يقول: انا متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم 100%، لست مبتدعا. فلا تزكوا انفسكم، تقول: نسأل الله أن يجعلنا متمسكين بهدي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في نهاية العقيدة قال: نسأل الله أن يجعلنا منه، أي من من؟ من أهل السنة والجماعة. ولم يقل: أنا إمام وشيخ إسلام. حتى تكون بين الخوف والرجاء. نعم، لا بد أن تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تتبرأ من السلف الصالح، لكن لا تزكي النفس، تتبرأ من حولك ومن قوتك، تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ما لم تكن الآية تفلحون، لا، لعلكم، حتى تكون بين الخوف والرجاء. نعم.
ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم، أهل السنة والجماعة سواء جعلنا وياكم منهم لديهم أصول يرجع إليها عند التنازع، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، دين التمسك. ولهذا قال النبي عليه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا يمكن أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. نعم، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أهل السنة والجماعة سواء جعلني وكم منهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات وتنزيه، ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق، والمعاني معلوم والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. نثبت لله الأسماء والصفات، لا يمكن يكون رب إلا وهو كامل الصفات سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن إثبات الأسماء والصفات إلا بالكتاب والسنة. نثبت ومع الإثبات ننزل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ننزه الله سبحانه وتعالى ما ذات الخلق، ونعلم معاني كل ما ورد في الكتاب والسنة، لكن الكيفية كيفية الصفات هذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء ومع من شاء كيفما شاء بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين. وثبتت هذه الصفة، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أدلة الكتاب كثيرة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، منها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا أنكر أي إنسان لديك أنكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى اسأل، إذا نزلت في أي منزل وادي موحش ماذا تصنع؟ تستجير بالخلق؟ تستعين بالمخلوقين؟ لو استعاذ بالخلق في هذا الموضع الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. نعم، إذا تسأل، نزلت منزل واستعذت بالمخلوق، ما هذا الفعل؟ شرك أكبر. تمام، ماذا تصنع عندما تنزل منزل وتخاف؟ تقول أعوذ، التجأ واعتصم بكلمات الله. إذا يقول أن كلام الله مخلوق هذا معناه أن أشرك شرك أكبر، وإذا يقول كلام الله صفة من صفاته فمعناها أنه وحد وأثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ويصح الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته. ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوقين؟ عندنا بعض الخلق، بعض البشر قد لا يتكلم، هذا نقص، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بصفة الكلام، كيف يعطي الله سبحانه وتعالى الكمال للخلق وهو يكون غير كامل؟ ما يمكن. ثم لو قلنا أن كلام الله مخلوق معنى هذا أننا لا نعمل بالقرآن. لماذا؟ لن يكون القرآن كالشمس والقمر، الشمس والقمر من مخلوقات الله، صحيح، والله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين المخلوقات والأوامر. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، هو الذي ابتدأ سبحانه وتعالى وتكلم به، وإليه يعود وصفا وإليه يعود قبرا، يقبض
القرآن في آخر الزمن نسأل الله عافية السلام عندما يترك الناس العمل بالقرآن. كتب المنزل من السماء كلام الله، فلا بد أن نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ننكر ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أدلة إجمالية أربعة، ما بالك بالتفصيل. نعم. وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك ذاب الأتقياء وأفصحوا. نعم، الأتقياء أهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا، على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام وكل الكتب المنزلة من السماء. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. جاءوا ناس و أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، وقوم مثلوا الخالق الكامل بالمخلوق الناقص، وأهل السنة توسطوا لا إفراط ولا تفريط، أثبتوا ونزلوا، أثبتوا لله صفة الكلام لكن قالوا كلام يليق به سبحانه وتعالى ما في الكلام الخلق. وجاء هناك من أنكر الصفات لله سبحانه وتعالى، عطل الله عن الصفات وقال لا يمكن نصف الله بالصفات. سبحان الله. نسأل هذا، هل أنت أعلم أم الله؟ لا بد يقول الله أعلم. إذن الله ذكر هذا في كتابه.